صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ فقراتنا نروح نصبح على زميلتنا لميا وندخل بقى في صلب الموضوع. يعني لميا عندها طفل وبتربي، فنعرف منها بالزبط إجابتها على السؤال. لميا، ازاي بتستعدي في رمضان؟ صباح الخير الأول. صباح النور عليك يا أحمد، صباح الخير عليك يا جماعة. صباح الخير يا لميا. ازاي بتستعدي بقى في رمضان للتأهيل للامتحانات؟ أنا كان ودي أديك إجابة نموذجية برضو؟ لكن أنا بتضحك عليا ضحكة في رمضان كل سنة، بس بمزاجي على فكرة. يعني بتعدي. أنا الصبح جعان وعطشان ومش قادر، وبنبقى لسه راجعين من المدرسة، فأوكي نخليها بعد الفطار. بعد الفطار بنرتاح بقى بعد الأكل، وبعدين بيجي ميعاد النوم فبيبتدي يضحك عليا ضحكه ورا الثانيه انه خلاص هي اليوم كده بركته قليله. بالظبط. فانا ببقى موافقه على مضض يعني، بس ممكن نقعد نراجع كده حاجات بسيطه قبل ما ننام، لانه هو بالنسبه لي مواعيد النوم دي ثابته، الساعه 9 بنكون في السرير ان شاء الله. لو قعدت معاه لحد الساعه 1 بالليل بس، حاجة كويسة. بس مش هتخرج من اوضتك، هتنام، ده ميعاد نومك، هتفضل قاعد على السرير لحد ما يجي لك نوم. على الاقل عملتي حاجه من طرق التربيه الحديثه اللي انا كنت بتكلم فيها وكبرت الموضوع لجمانه. بالظبط، فانا اخذت منك جزء. لكن المواعيد في رمضان بتبقى صعب شويه ان احنا نذاكر فيها، بس بنحاول على قد ما نقدر. وصباح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي لما الناس بدات تنزل. هنبدا من الكورنيش، وهنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه من المظلات وباتجاه منطقه وسط البلد. اما المتجه للكورنيش المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه كبيره هناك. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه لحد غمره، واللي مكمل اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتبتدي تزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كمان كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي لكوبري اكتوبر بسبب زياده احمال السيارات. نفس الموضوع في ميدان التحرير والمتجه لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل كمان مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو بعض الكثافات. نروح بقى لمحافظة الجيزة، ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده طبعا بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان، ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتبدأ تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. لو رحنا لشارع فيصل فيه هناك كثافات مرورية في الوقت الحالي، بدءا من محطة المريوطية ولحد الطلبية. لكن محور 26 يوليو في سيولة للي قادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الثاني ناخد بالنا أن في تحويلة مرورية لمحور المهندس شريف إسماعيل، والعودة مرة تانية للمحور. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. دلوقتي هنروح لمحافظة الأليوبية، القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. أما القادم من طريق شبرا بنها متجه لمدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار، ويختصر ليه وقت طويل جدا على فكرة. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس، ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بتكون فيها كثافات بسيطة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، وهناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة الذروة الصباحية، أو الكثافات دي طبيعية في الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، وهتبدأ طبعا تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو ونروح على طريق طرح البحر اللي كمان بيشهد سيولة مرورية. ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة معانا لحد آخر الشارع. دي جولتنا المرورية.